اليوم راح نبدا جولتنا في الرياض ونجرب اجمل واشهر المطاعم اللي يحبونها اهل الرياض. نسمي بالله ونبدا واحده من اشهر المطاعم التقليديه اللي تقدم الاكل النجدي الشعبي. تعالوا معنا. طيب يا جماعه، جلسه ارضيه وان شاء الله ينزل لنا الحين احلى اكل نجدي. انا جوعان حبيبنا. عز الله مقامك، كيف امورك؟ عساك طيب؟ شوف، اهم شيء عندي المرقوق والجريش والقرصان والمقبلات على ذوقك. تمام، يعطيك العافيه يا حبيبنا. طيب يا جماعه، الحين ننتظر الاطباق توصل ونجربها سوا. طيب يا جماعه، الان راح نجرب اكل ديرتي وندوقه معاكم ونعطيكم قصه كل طبق. طيب نسمي بالله ونبدا بالشوربه. هذه اللي قالوا لك شوربه خاثره، بحيث ان يعني اللحم مطعم المويه اللي فيها بشكل خرافي. المهم عشان ما اشبع بننتقل للاطباق الثانيه. نبدا هنا بالقرصان. طيب ونسمي بالله. بسم الله، اتوقع ما ينفع اني انا اقيم الاطباق هذه. المهم القرصان بعطيكم كذا بكل بساطه شلون يسوونه. هو عباره عن خبز يسوونه بدقيق البر، ويصير مرة مرة كذا يطبخونه على صاجة بحيث انه يكون مرة نحيف، ويحطونه مع مرق اللحم والخضار اللي ينطبخينه فتتسبك كلها إلين ما يوصلون بالنتيجة هذه. شوف هنا حبة الكوسة. بسم الله، يعني أتذكر أمي والأهل والعزائم الكبيرة دائما الأطباق هذه، المرقوق والقرصان والجريش، دائما تتقدم في الأعراس والمناسبات الكبيرة. ليش اسمه قرصان؟ صراحة ما أدري يعني، بس إنه حاجة لذيذة. طبق هذا يعني شيء، يعني ما هو طبق بسيط، طبق مميز، لأنه هيئة فنون الطهي السنة هذه أعلنت أن الطبق الوطني السعودي هو الجريش، وهنا عندنا الجريش. فهذا الجريش النجدي يتقدم بالشكل هذا مع اللي نسميه حنا الكشنة، كأنه بصل، مو كأنه، هو بصل متكرمل مع بهارات خاصة بأهل نجد. نسمي بالله. يعني من أمتع الأطباق اللي أحب أسويها وأحب أستلذ فيها، ويختلف ترى من منطقة لمنطقة في الجريش الأحمر، بس أهل نجد الجريش الأبيض اللي يتقدم بالشكل هذا. طيب عندنا هنا الطبقين الأخيرين اللي هما الحميس والمقلقل. طبعا المقلقل لو تسأل أي شخص سعودي على طول يربطه في صباح العيد. فناخذ شوية من التميس اللي هنا. بسم الله. خلصنا الأطباق الحلوة هذه. أنا لو أمدح من هنا لبكرة ما راح أعطيها حق الصراحة، لأن الأطباق هذه هي الأشياء اللي أنا دائماً تربيت عليها وأحاول أقدمها للناس. فخلونا الآن ننتقل للحلى. الحلى عندنا يعني حاجة شيء من الآخر. المراسيع عبارة عن يعني حنا الشيء اللي كان موجود بكثرة في السعودية القمح أو البر، فعشان كذا موجود في القرصان والمرقوق وبرضو في الحلى. فتخيلوها كأنها يعني عشان نشبهها بانكيك، عبارة عن دقيق وموية وأشياء، وبعدين يفرشونها بالشكل هذا، وبعدين يزينونها بالعسل. عاد العسل لازم يكون جودته صح عشان يصير الطعم صح. يعني بحط العسل الآن. بسم الله، يا ساتر. طيب نسمي بالله. هنا لازم تخش بيدك. أهم شيء العسل، عسل ممتاز، المراسية راح تكون خرافية. باخذ واحدة ثانية. عاد لازم نكملها بالشاهي. تسلم يا حبيبنا. هنا عندنا الشاهي. طيب الآن نخش على الحلى الحنيني. أنا يعني من عشاق الحنيني. في ناس يحبون يلعبون في القوام حقه، يتقدم بالشكل الناعم هذا أو يصير حباته أكبر أكثر. هو تمر وطحين وشوية زبدة ولا سمن معاها، حاجة حلوة هذه. بسم الله. أوف، يا جماعة لازم تجربون الحلى هذا.
انا حرفيا بقطع التصوير الحلى هذا شيء خرافي. ابقعد مع اللي مزبط الاطباق هذه كلها وناخذ منها اسرارها. تعالوا معنا. طيب معانا عبد الاله العمري من اداره المطعم. كيف امورك عبد الاله؟ الله يحييك. الله يحييك ويحييك. اول شيء يعطيك العافيه على التجربه. المكان والاكل والحريني عليه الله يجلب العافيه. الله حق يعني كان شيء خرافي. الله يجلب العافيه. ابدا معاك بسؤال مره بسيط. وش السر وراء الوصفات انها تطلع بالاتقان هذا؟ والله طول عمر سلامه. اول شيء تتقدم بايادي سعوديه. جميل ممتاز. والمكونات طال عمرك جميعها محليه، لا في لا شيء مستورد ولا شيء من برا نهائيا. يعني ابدا نهائيا. جميل. لا من اللحوم ولا من الخضار، حتى زي ما ذكرت طال عمرك الحنيني. ايه عرفت البر والاشياء هذه كلها من هنا، كلها من هذا المكان ما شاء الله. لانه فعلا باين يعني الاكل كله بذوقه، ما تحس انك في اللهم لك الحمد. اي نعم. تحس انه في احد بيت طابخ لك الاكل ومقدم بالضبط. لك بالضبط. اللهم لك الحمد. طيب السؤال الثاني الحين، احنا يعني في السعوديه وثقافتنا مرتبطه كثير في الاكل، ودائما نحرص ان الوصفات ما نغيرها عن اول، فكيف ما شاء الله محافظين على الشيء هذا هنا في المطعم؟ صحيح، هذه الوصفات طال عمرك احنا متوارثينها، عرفت؟ والمكونات زي ما هي، ما نغير فيها شيء. ما كذا فكرتوا انتم في مطعم وزي كذا قلنا خلينا نسوي؟ لا نهائيا بالعكس. لا هي الفكره طال عمرك ان كنا ان نحب نقدمها. ايه؟ مثل ما كانوا يقدمونها اجدادنا. جميل ممتاز. مثلها بالضبط، لا نقصان ولا زياده. طيب في الاخير انا يعني يمكن اعرف جواب السؤال هذا، بس عشان نفيد الجمهور اسلم. وبسبب احتكاكك يعني ما شاء الله مع الزبائن هنا كثير في السعوديه، سفره رمضان ايش اللي يحرصون انه لازم يكون موجود فيها؟ والله صنفين هي اللي لازم لابد منها عند الزبون، اللي هي الحنيني والجريش. طيب يعطيك العافيه عبد الاله. الله يعافيك وكثر الله خيرك. صحه وهنا. كانت تجربه رهيبه الصراحه. هلا بالعافيه. الله يعافيك. شرفتونا يا غالي. الشرف لي. الله يحفظك. الله يسر عمرك. وهنا وصلنا لاخر محطتنا لليوم. ترى محطاتنا كثير، بقينا ان شاء الله كم 29 يوم راح نلف فيها الرياض. ترقبونا في المحطة الثانية.